السلام عليكم، معكم عمر من شركة محل قروب العقارية. عندنا اليوم فيلا في مجمع فلل، راح أصور لكم إياها بإذن الله. الفيلا تتكون من 5 غرف وصالة، مساحتها جدا ممتازة مطلة كذلك. خلينا نشوف موقع الفيلا في البداية. الفيلا تسليمها أيضا خاص جاهز، يعني تسليمها خلال شهر إن شاء الله. موقع الفيلا إذا شفنا عندنا في الأمام هناك مركز يوفاجيك، الشارع اللي مؤدي على طول إلى مركز يوفاجيك. عندنا هذا مشروع سكني معروف أيضا في مركز يوفاجيك. في الجهة هذيك إذا مشيتوا من المركز من الشارع هذا الأمام، راح يكون فيه أيضا كافي زوارة على طول. إذا طلعنا فوق أيضا بوريكم إياه بإذن الله. ندخل للفيلا، طبعا هذا المسبح وأيضا الحديقة، هذا كل المكان راح يكون مقفل طبعا، فراح تكون في خصوصية عالية. هنا السيارات تدخل، وهذا البارك حق السيارات راح يكون في هذه الجهة أيضا. بسم الله ندخل إلى الفيلا. هذا راح يكون المدخل الرئيسي للفيلا. بسم الله، أول ما ندخل على يسارنا راح يكون في دولاب بسيط ممكن تحطون فيه حاجياتكم، الأحذية الله يكرمكم وغيرها. خلينا نبدأ بالصالون. نظام التدفئة في الفيلا راح يكون أرضي. أيضا الميزة جميلة أن توزيع الإضاءات راح يكون ممتاز، بحيث أنه من كل مكان راح يكون فيه اللي هي الأبواب الزجاجية. هذا الباب أيضا من الصالة راح يطلع على الحديقة مباشرة. أيضا هنا تشوفون المسبح أمامكم. هذا هو الصالون، كذلك كذا يوضح أكثر. نطلع من الصالون مباشرة نصور المكان اللي على يسارنا على طول، اللي هو المطبخ. هذا المطبخ مساحته جدا ممتازة، أيضا جاهز بالدواليب وكل التشطيبات. بجانب المطبخ مباشرة راح يكون في دورة المياه الأولى، هذه دورة مياه بسيطة مع البانيو طبعا. معلش الحين عشان في التشطيبات الأخيرة فلربما في بعض الأغراض. أمامه على طول راح تكون في غرفة صغيرة، هذه الغرفة جدا ممتازة للعوائل اللي عندها كبار سن، فممكن ما يقدرون يطلعون الدور العلوي أو غيره.